السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من دوزياف. معكم إلياس مفتاح، وحلقة اليوم غادي نشوفوا كيف الدخول على سيسيون بها باسورد باستخدام لينكس ايبانتو، وذلك بثغرة كتواجد في الويندوز فيستا والويندوز 7. إذا هذا الشرح غادي يكون كيتطبق غير على الويندوز 7 والويندوز الفيستا، اما الويندوز اكس بي بانه ما كيخدمش فيه. اذا غادي نقوم بغلق السيسيون ورؤيه بان السيسيون فيها رمز سري باش الدخول اليها. إذن انا قمت بالشرح على ايماشين فيرتوال، مي كيطبق على الشرح حتى على الايماشين غيال، يعني ماشي مشكل. كيف كنشوفوا هنا كاين المود باس باش ندخلو. اذا شنو هي الفكره؟ اننا غادي نيتيليزيو هذا البوطون ديال ارغونومي اللي كيتواجد هنايا، اللي كنشوفوا فاش كنكليكيو عليه كيخرج لنا ارغونومي وفيه بزاف ديال لي زوبسيون. غادي نيتيليزيوه، غادي ندخلو للسيستم 32، غادي نبدلو لابليكاسيون اللي كان فاش كنكليكيو على ارغونومي هي كتيكزيكوتا وكتعطينا ديك لاباج، ندخلو ليها. غادي نبدلوها ب سي ام دي، اي اننا فاش غادي نكليكيو على هذا غادي يخرج لينا الكوموند ام اس دوس، وهكا غادي نقدو نكتبو لي كوموند اللي كان نديروهم باش اما ناكتيفيو الويندوز، ناكتيفيو السوبر ادمنستراتور. من السوبر ادمنستراتور غادي نستطيعو اننا نحذفو الباسورد اللي كيتواجد على هاد السيسيون، واما ب حذف الباسورد او تغييره مباشرة. اذا انا غادي نغوديماري وغادي ناكتيفي السي دي ليكتور سي دي باش نديماري لا ماشين فيرتوييل اللي عندي، غنديماري بالسي دي ديال اوبونتو من تحديثات 10.10. واللي كنت حصلت عليها الوقت اللي كانت في شركة اوبونتو كتقوم بارسال لي سي دي غراتوي، وما عليك الا دير دوموند في السيت ديالهم ويصيفطوها لك. ولكن كان من وصلوا لتحديثات اظن 10.11 ولا 11 ولات دوموند بالفلوس، يعني الا بغيتي يصيفطوا لك خاصك تدفع واحد المبلغ، يعني بحال اللي كتشري داك السي دي. العملية غادي تكون شوية طويلة ديال الشارجمون ديال السي دي ديال ايبانتو، خاطر البي سي اللي كنقوم عليه كنقوم بالشرح عليه شوية تقيل. الرام ديالو يلاه 1 جيجا 500، و الشارجمون ما مقسم دابا ما بين الرام مقسمة ما بين لا ماشين فيرتوال و لا ماشين غيال. اذا غادي نضطر انني نوقف الشارجمون ديال السي دي ديال التسجيل، وغادي نستعد بعد ما يوصل للمرحله اللي كنختاروا فيها، اما واش تانستالي الاوبونتو ولا انك تختار لا فيرسيون دي سي. اذا عدنا بعد ما وصلنا للمرحله اللي كيطلب لينا نختاروا ما بين الانستالاسيون ولا فيرسيون دي سي، حنا غادي نختاروا فيرسيون دي سي. هنا اختاريت اللغه هي الفرنسيه ونديروا دي سي. اذا غادي نضطر عاوتاني انني نقطع التسجيل لواحد الوقت بعد ما نخرج، زعما يوصل الانترفاس ديال انترفاس جرافيك ديال الايبانتو. اذا نقول لكم سنعود بعد قليل. اذا عدنا مره اخرى، وصلنا للانترفاس جرافيك ديال
اوبنتو اللي هي غنوم غنوم. دابا غادي نمشيو للاكزامبل، نقوم بالدخول على ملف ويندوز اللي كيتواجد على ديسك دور اللي فيه سيستم ديكسبلوطاسيون، ولا البارتيشن اللي بها التي بها نظام تشغيل ويندوز. بعد ذلك نذهب إلى فايل سيستم، إذا لا ماشي فايل سيستم، فايل سيستم هي اللي فيها السيستم ديال اوبنتو. دونت ابجريد ما كيطلب مني واش ندير تحديث، لا. إذا غادي نمشيو ل غادي نبقاو نشوفو هاد لي ديسك لي كاينين هنا، تنلقاو هاديك اللي فيها السيستم ديكسبلوطاسيون ديالي هي هادي اون جيجا فايل. اذا من بعد ما ندخل الديسك دور اللي فيه السيستم ديكسبلوطاسيون، غادي نلقاو لي فيشي ديال السيستم ديالنا، بروغرام فايل، دوكيمون سيتينغ، وكذلك اللي مهم هو الويندوز. اذا غندخلو الويندوز، غادي من بعد ويندوز غادي نمشيو للسيستم 32، واللي غادي ياخد وقت طويل في السورجمون لان فيه ملفات كثيرة. اذا سيستم 32 الى استغرق وقت طويل جدا، غادي نقوم بقطع الفيديو والمتابعة من بعد ما يقوم بتحميل جميع الملفات أو إظهار جميع الملفات. إذا سأقوم بقطع الفيديو. إذا بعد ما قام بتحميل الملفات، غادي نمشيو لـ الفيشيال اللي كيتسمى اوتيل ميل، أو الملف اللي كيتسمى اوتيل مان، واللي كنشوفو هنايا. وغادي نقومو بإعادة تسمية ديال هاد الملف إلى rename utilman dot co dot exe dot bat. بعد ذلك غادي نمشيو للسي ام دي، نقومو بتسمية سي ام دي utilman.exe. اذا كيف كنشوفو هنايا، ولو عندنا خدا ال exe سي ام دي المكانة ديال utilman. اذا دابا غادي نقومو بإعادة تشغيل الويندوز، وغادي نشوفو النتيجة اللي غادي نحصلو عليها من بعد ما قمنا بهذه العملية. اذا غادي نغوديماغي الاوبنتو، وغادي نحذف السي دي من الليكتور باش هكا ما يوليش يديماري لنا عاوتاني به. اذا ريستار، ريستار.
حتى هنا ولينا ديمارينا بالويندوز، غنقوم بالدخول بالويندوز وي باسيونتي. هكا وصلنا للمرحلة، وصلنا للمرحلة ديال ويندوز، ودابا غادي نشوفو النتيجة ديال الموديفيكاسيون اللي قمنا بها. إذا غادي نكليك على ارغونومي، إذا كيف شفنا ارغونومي في عود ما عطانا لاباج اللي كانت خرجت لنا في ارغونومي، عطانا السي ام دي. إذا هنا غادي نقومو بالأمر نت يوزر اد مي نست عفوا اد دور اكتيف نقطتين يس، وهذا الامر اللي كيقوم بالاكتيفاسيون ديال الادمينستراتور في الويندوز. كذلك عندنا امر الا كان عندنا صلاحيات الادمينستراتور على الحساب اللي مشى لنا المطباس ديالو، نقدر نقوموا بالامر ديال نت يوزر وندخلوا الاسم ديال السيشن اللي مشى لنا منها المطباس اللي هي 2ZF فاسيل ونجمة، نقوموا بانتري انتري تيرميني. وكيف غادي نشوفو دابا، غادي نقوم بالدخول الى السيشن ديال دوزياف بلا ما نحتاج المود باس. هكا نكون تمكنت بان بالدخول الى سيشن ديال ادمي ديال دوزياف التي كنت نسيت الرمز السري او الباسورد الخاص بها للدخول الى هذا السيشن. بعد هذه العملية ما تنسوش بانكم ترجعوا للسي دي ديال اوبانتو او على حسب نتوما السي دي اللي غادي تكونوا قمتوا به بالعملية، يعني انكم ماشي لابد تخدموا بالاوبانتو باش تقوموا بهذه العملية. كاين لي سي دي ديال باكتراك، لي سي دي لايف ويندوز اكس بي، مجموعة ديال السي ديات لايف اللي كيمكنكم بالقيام بنفس العملية اللي قمت بها انا بالفيرسون ديال لينكس من اصدار اوبانتو، وانكم ترجعوا للطريقه للمرحله الثانيه اللي قمنا بها وترجعوا اللي في شيء اللي بدلنا لهم الاسماء ديالهم الى الاسماء الحقيقيه. هكا باش ما يوقعش لكم مشكل، خطر هنايا لما بغيت ندخل سي ام دي غادي يقول لي بانها ما كايناش كيف شفتوا، يعني خاصني لابد نرجع ليها الاسم ديالها، وما يمكنش لكم ترجعوها وانتم داخل في الويندوز، خاصكم لابد ترجعوا للسي دي السي دي لايف اللي كنتو خدمتو به. اذا كنتمنى ان الشرح يكون راق لكم، ما تنساوش باش تشاركونا باقتراحاتكم بارائكم وتساؤلاتكم. دو زي اف دائما معكم، وكان بهذه المناسبه كنبارك لكم عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. الى اللقاء.